نادرا ما ننزل فوق اليمن على شكل قطرات. أظن ما فيش مع الناس هم هانا إلا المياه الجوفية. بقي الماء في بطن الأرض لمدة طويلة واليوم جوي يخرجه. المدن والقرى بحاجة إلينا، لكن حاجة الزراعة إلينا أكثر، مثل ما هو الحال في بقية العالم. تضيع معظم القطرات التي نشتي نروي بها الزرع بسبب الغمر، لأنها تتبخر قبل ما ترتوي النباتات. ماء عطش، الشجر ماء. مش معقول يرتوي الإنسان بهذه الطريقة، وهذا الطريقة مثل الذي يسقي الزرع بالغمر، وبهذا الأسلوب يضيعونا بدون فايدة ويرجعوا يطلعونا ثاني مرة ويهدرونا بدون ما يستفيدوا. إذا جلسوا الناس يصرفوا بالماء هكذا يركنوا بالجفاف. ولكن في حل. أخيرا صديقنا الفلاح فهم القصد، بأنه بطريقة السقي بالتقطير يوفر نصف كمية الماء، والنباتات تحصل على حاجتها من الماء بدون عبث. لا تبذر بي وحافظ علي من أجل بقالك ولأولادك من بعدك. يا مطر يا مطر، مبدأ التغيير ليس لي.